تحديد جانبي دار ربما بينك وبين مجموعة اللاعبين، بينهم جبران اللاعب المتألق حاليا في فريق الوداد الرياضي، وأنه تكلم معك في واحدة من الحصص التدريبية داخل مركب بن جلون وقال لك أنه كان دائما يعني كيتفرج فيك عبر التلفاز ملي كان في أندية أخرى، وكان دائما ربما كيرتضي الرقم جوج اللي تشهرتي بأنك كنت كترتضي مع فريق الوداد الرياضي، يعني تيمنا بأيوب سكومة. وفي تلك يعني الحصة التدريبية كان قال لك بأن ايوب سكوما حاول ترجع دغيا من الاصابه باش ان شاء الله تجي تلعب حدايا تكون واحد ثنائي. يعني حدثنا على التفاصيل هذه اللي وقعت بينك وبين جبران مع حضور اللاعبين. صراحة اللاعب جبران لاعب كبير اللي كيعرف الجميع، كيقوم بواحد الدور كبير في خط وسط ميدان الوداد الرياضي. كنتمنى له التوفيق ان شاء الله مع فريق الوداد، ولا ان شاء الله في الاحتراف وجميع اللاعبين. اكثر ديال اللاعبين تيقول لك انا نشوفوه ولا نلعبوه مجموعين، ان شاء الله يكون خير وغادي نلعبوا ان شاء الله الا بغى الله. هادشي اللي كاين جميع اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي كنتمنى لهم حد موفق ان شاء الله والمزيد من العطاء. نعم، باش كيفاش كتشوف انت يعني كلاعب كره، وهو حتى هو لاعب كره وكي يعني كيمتاز بواحد التقنيات في وسط الميدان، طريقه ديال اللعب اللي كتعتمد على اخراج الكره بفنيه وتمريرات قصيره، هادشي اللي كيزيدو جبران وكتزيدو تايوب شكون، واش كتشوفش تقدر تكون واحد الثنائيه مفيده لفريق الوداد الرياضي ربما مستقبلا الى يعني دخلتي مع الفريق ولعبتي مع حدا جبران ولا لاعبين اخرين بحال الكرتي بحال حسون؟ وصراحه الكوريا تيتفاهموا بعضياتهم، تيدوز لي ميساج بعضياتهم، وان شاء الله جميع اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي عندهم واحد مؤهلات كبيره ان شاء الله اللي غادي تفيد الفريق هاد السنه ولا السنوات ان شاء الله المقبله، وغادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله.